ولتسليط الضوء على تسليم روسيا صواريخ اس 300 الى سوريا. معنا الخبير العسكري السوري عبد الله الاسعد، اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الله. بدايه، سلمت للنظام السوري من روسيا صواريخ اس 300، كيف تقرؤون هذا الموضوع من ناحيه التوقيت؟ مساء الخير لك وللساده المشاهدين. مساء النور. يعني في الواقع منظومة اس 300 التي طبعا يقول شويغو أنها سلمها النظام السوري، في الواقع لو تدققنا في تفاصيل الصفقات الماضية لم تسلم روسيا للنظام الأسد أي منظومة سواء كانت صاروخية أو برية أو بحرية إلا بعد أن تقوم إيران بدفع ثلثي التكلفة لنظام الأسد ثمن الدفع، ومن ثم يتم طبعا إيصالها بعد الضمانة الإيرانية والعراقية لنظام الأسد. هذا من ناحية التجارية والاقتصادية بالنسبة لروس، وروس ليست في موقع أن تقوم بشحن هذه الإمكانيات لنظام الأسد لأن نظام الأسد منهار اقتصاديا. ولا لكن ماذا بشأن التوقيت؟ نعم، بالنسبة لموضوع التوقيت طبعا يعني موضوع إسقاط الطائرة الـ20 التي طبعا تعتبر طائرة من أفخم الطائرات الروسية التي يعني يعمل بها خبراء ومستشارين روس، هذا التوقيت الآن يعني جاء أولا على أثر إسقاط الطائرة الروسية، والذي قالت طبعا روسيا بأنها قد أسقطت دفاعات نظام الأسد. وفي الواقع حتى الآن هناك يعني هناك سر في الموضوع بأن من أسقط الطائرة هو غير معروف، ولم يعني تقول أو تصرح روسيا بمن أسقطها. هذا التوقيت الآن طبعا أعطى نظام الأسد يعني القوة بأنه قادر على يعني العمل وتتبع الأهداف التي ستدخل الصهيونية إلى الجواء السورية طبعا بعد اسقاط هذه الطائره. طيب هنا القوه الى نظام الاسد استاذ عبد الله، اذا سمحت لي، يعني دفع القوه الى نظام الاسد، سماء سوريا مليئه بالطائرات متعدده الجنسيات، الا تعتقدون ان روسيا عندما تسلم هذه المنظومه الى سوريا قد تستخدم في استخدامات اخرى قد تثير القلق لدى الجنسيات الاخرى؟ يعني هو في الواقع يعني منذ البدايه يعني امريكا واسرائيل لن تسمح لنظام الاسد ان يكون متفوق. الان بعد 8 سنوات من الحرب، الان نظام الاسد نظام عسكريا يعني في توازن القوى نظام منهار، عداك عن الموضوع البنيه التحتيه وغيرها في جميع المجالات. في مجال العسكر نحن نركز على موضوع العسكر. الان نظام الاسد سوريا الان دوله مهزومه، دوله محطمه عسكريا، من غير يعني العقلاني ومن غير المنطق ان تقوم روسيا في هذا التوقيت باعطاء نظام الاسد والسماح له بان يتوفق بان يتفوق جويا على اسرائيل. وهذه الاستراتيجيه هي استراتيجيه امريكا في المنطقه بعدم السماح لنظام الاسد بان يكون متفوق على اسرائيل. واسرائيل في كل ليست فقط تجاه سوريا وانما في كل المناطق أو في كل الدول العربية إسرائيل هي المتفوقة جويا وطيران. هل هذا يعني أن هنالك تحرك جدي للولايات المتحدة تجاه هذا الأمر بعد أن وصفته بأنه تصعيد خطير؟ نعم بالتأكيد هذا الموضوع لم يحصل سابقا ولم تسمح أمريكا بأن يحصل لاحقا، وخاصة في هذه الظروف. والآن نظام الأسد وليس وحده فقط على الجغرافيا السورية وليس وحده موجود في الأجواء السورية، عدى على أن إيران الموجود الآن على الأراضي بما تضم من ميليشيات ومرتزقة وغيرها موجود الآن على الأراضي السورية، لن تسمح أمريكا لهذا النظام أن يمتلكه. ويعني هناك بعض طبعا تسريبات بأن المنظومة موجودة منذ 2017 في مستودعات نظام الأسد، لكن لم يتم اعطاء شفرتها الى الخبراء الموجودين على الاراضي السوريه. وعدا عن ذلك بان منظومه الاس 200 التي كان يمتلكها النظام منذ قبل بدايه الثوره، هذه المنظومه لم تكن يعني يعمل عليها نظام الاسد لوحده. روسيا على لسان يعني شويغو قال باننا ربطنا كل
كل عمليات الصواريخ والدفاع الجوي للنظام الأسد مع القناة المركزية الحميمية. في سؤال أخير أستاذ عبد الله، يعني الصهاينة ورئيس وزراء الصهيوني يقولون أنهم سيواصلون عملياتهم العسكرية في سوريا بغض النظر عن الصواريخ، هل تعتقدون أن النظام السوري سيجرأ على استهداف الطائرات الصهيونية؟ يعني سواء جرأ أم لم يجرأ، نظام الأسد والروس، والروس بالتحديد الروس، لأن الروس هم من سيكونوا أصحاب القرار في يعني في إطلاق صواريخ S-200 أو S-300 إذا وجدت، أو بتشورا أو فولكا أو غيرها من الصواريخ الموجودة على الأرض السورية. سنشهد وهذا ما سيجري بالفعل في الأجواء السورية. هناك حرب ستكون حرب تقنية خاصة بالحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني المضاد والتشويش والصراع اللاسلكي الإلكتروني بين منظومات دفاع جوي للروس والإسرائيليين، ووجود أيضا أمريكا على رأس التحالف الدولي في هذه الأجواء، لأن هناك اتفاقيات تمت بين التحالف الدولي بزعامة أمريكا وبين الروس بأن يكون هناك يعني كوريدورات جوية مسموح فيها أن تتحرك فيها القوة الجوية الروسية وطائرات أسد، وأسقطت عدة طائرات لنظام الأسد بالقرب من دير زور عندما يعني تخطت حدودها ووصلت إلى مناطق لا يريد الأمريكي أن تصل إلى هذه المناطق. لذلك يعني الآن بعد أن تم الاتفاق من قبل الأمريكي والروسي على يعني مجالات جوية، طبعا ستكون يعني هناك معركة يعني كما تحدث لك دقيقة جدا بالمعنى الإلكتروني الدقيق. الخبير العسكري السوري الدكتور عبد الله الأسعد كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.